مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في العدد الرابع من برنامج بين ستارتك. المشاركين تاع اليوم هما حميدو وشاب يزيد، عندهم 2000 دينار باش يقضوا في سوبر مارشي ارديس ويحضروا في ساعه وربع امنيو كومبلي. راكم تعودتوا على ليميسيون، راكم تعرفوا المشاركين، بصح حبينا نزيدو نعرفوكم على الشيف حكيم اللي هو ربح الجائزة الأولى على المستوى الوطني في الطبخ الجزائري، وتاني مختص في الحلويات التقليدية والعالمية وفي المخبزات. هو اللي راح يدوق الأطباق ويقول شكون هو الفائز. يزيد وحميدو راهم عندهم فكرة على الأطباق اللي رايحين يحضروهم وبدأوا يقضيو، بصح كي تكون شخصية معروفة ويحبوها الناس ماشي سهل. بين لي فوتو ولي زوتوغراف لازم يلقاو الوقت باش يشريو كل واش لازم لهم وما ينسوا حتى حاجة. هيا دركا بينو لنشطرتكم. كملوا القضيان وهيلك القائمة نتاع حميدو، المجموع 1650 دينار، وهذه قائمة المشتريات نتاع يزيد، طلع المجموع نتاعها ب 1430 دينار. مرحبا بكم، اليوم عندنا دو كونديدا، بعيد على الفن، بعيد على الطرب، بعيد على خدمتهم كامل، راح نشوفوا خدمتهم هنايا، شكون هو اللي راح يكون الشيف فيهم. حميدو مرحبا بك، صحيت شيف حكيم، لاباس صافا؟ تمام لاباس؟ يزيد معنا الدنيا ما فيها. يزيد مرحبا بك. الله يسلمك حكيم، الله يسلمك. والله فرحان بزاف خويا حميدو، ابارامون انا وياه رانا في الكونكور هاد المرة هادي. رانا ما شاء الله. هادي واش حبيت انا، واش حب الجمهور تاعنا يشوف حميدو ويزيد اللمسة تاعهم في الكوزينة، اسكو يعرفوا؟ والله بزاف فيلم، اسكو نزيدو احنا نشوفوا منهم؟ هذاك افيرماتيف درتوها موفي شوا، والله درتوها موفي شوا. يعني احنا قلنا بلي البيجي تاعنا تاع 200 الف تخرجوا منا اطباق، اون اونتخي بلا دو ريزيستونس اي ان ديسا. ها هاكو واجدين؟ انا واجدين. عندكم ساعه وربعة، هيا بسم الله تكلوا على ربي. ساعه وربعة تفوت بالخف، هيا وجدوا كلش وما تتقلقوش وما تنساو والو فوق النار. نعرفوكم فنانين في الموسيقى والغناء، بصح يا هل ترى انتم تاني فنانين في الطبخ؟ الناس راهم يستناو يشوفوا واش راكو توجدوا. هيا حميدو راهو بدا الكرونو. ما تسلكني غير صدام شويه، على بالك على بالك انا مقبله تلفتي بين الملح والسكر. ياك ولومو؟ لا لا الوغ يزيد، الملح مالح، السكر حلو، ولومو ما يتكلش. هو نار، هو واش قالوا لي دير؟ راهم بداو يحضروا في الاطباق. حميدو كمل ديجا لونتري اللي ما تخطيش مايدة رمضان. شاهدني على بالك. مرحبا بك يا زيد. سلاد لوزون شوا؟ وي. شهيو صح، حميدو فنان في الطبخ تاني. يزيد واش رايك يجي الشيف حكيم يعاونك شويه؟ يزيد صافا؟ لا غير صافا با. يزيد قولي واش راح دير لنا؟ حبيت ندير السلطه مشويه. نعم بصح جاب لي ربي اللي شتك هذه هي. ما يزيد الفو باس تفتح لها بزاف باسكو السخانه كامل تخرج لك وفلفل ما يتشوى لكش. تحت واحد الكات فوا سما هي راحت كاع. معليش سي با كاع. وراح ندير لازان هنايا. درت لها لازان. معليش نقصوا لك الفرنو. ايوا باش ما يتحرقلكش. هنا قولي واش راح دير. هذه لا فيون داشيت على لازان، هذه اللي في الماء هنايا. بون مازال ما غلاش الماء. نعم راح ندير اون فيون داشي وبوف. اون لازان وبوف كما يقولوا. فوالا برك كاين بروبليم. برك معليش حنا لازم الماء تاعنا يغلي باش نديروا لي بات تاعنا. وهنا التقليه تاعنا لازم لها البصل. باش تعطينا لو كو. داكور. ها؟ داكور زين. معليش تا يا زين نعطيك اون استيس، كي دوكا نحيه قلي البصل تاعك وعاود دير الميلونج تاعك. داكور. صالي بوافغي يا. خلاص. نقلي البصل وحده. الو.
الوغ درت بتيت سالاد داكونفانيمون هذيك باش تعطس شويه. نعم. نشوبه. فوالا. نعاونك. عاوني عاوني. فوالا. هاكا ماكش مصراح. هاكا ما مانيش حاب نبكي. ماكش حاب تبكي. هاي خلاص ماكاش مش نكملوا هاي الخدمه. يعيش. ندير واحد الحبيبه هكذاك سي بون. نعم. حبيبه سي بون كيفين. ها؟ ما عندي لا شويه تزيد. هذه اللي راح نستعملوها. هذه نعملوها الشريبه بيضاء. ان شاء الله. ان شاء الله ربي. راح نشوف الشربه بيضاء. انا نخلي البسطه ندير لها شويه زيت. ايه شويه زيت. ديروا لها شويه زبده باش ما تحرقناش. خويا يزيد تاع لي كراب هذه. يا ودي اسكت برك ما صبتش. هدي هدي من عندي واش حبيت؟ هاشي. انا راني نشم في الروايح منها. ها حاجه جبدتني منها. لا راهي الزبده اكثر من البصل هنايا. صافا دير لي. زيدوا شويه ثوم لا لا. خليه يتقلى لك مليح. رابيلو سنه تاع ثوم. سالي بوافغي اكسترا. خلاص. هكا. هيا بون كوراج. ميرسي شيف. بون كوراج. ميرسي بوكو. حميدو راهو يحضر في السفيريه نتاعو وابارمون ما عندوش بزاف ستريس. يزيد راهو مقلق شويه على الوقت بصح مع النصائح نتاع الشيف حكيم راح يكمل كل شيء قبل ما يخلص الكرونو. صباحك. انا ندير معاك. انا عقب السفيريه. حميدو برك عفسه صغيره وكنحمص الخبز تاعك. راح ندير البيسكوت. عندي نزيد البيسكوت. او عندي البيسكوت معاه. نزيد البيسكوت معاه باش يجي كروكون شويه ان شاء الله. هكذا ان شاء الله. فوالا دوك نديرو بيسكوت. ها واجد راني وجدتو. راني نشوف اللي راح تخرج حاجه طوب. اسبيرا نزيدو شويه. يزيد انا سقسي عليا ما تسقسيش عليه هو راه فيها. درت لها ملح فلفل. درت لها شويه ملح شويه فلفل كحل. شويه ثوم هذه نظن خلاص. نحيهم ديروهم في الماء بارد ستوبي ولا كويس. حنا تاني رانا نستفادوا من النصائح نتاعك شاف حكيم. هيا يزيد وحميدو كملوا لي بلا ما تنساوش مازالوا لي ديسير. زيد واحد ديال لونتخي تاعك يا اخي. دركا خليها خليتها تعرق. انا موالف نشوف العجوز قالت لي الفلفل هكذا تعرق في الالومنيوم. دركا رايح نجريسي نجريسي الرامكان هذا. نعم. ديروا شويه تاع قبل ما نحط فيه. لا كريم نحط فيه لازان دير. نعم. فوالا نجلس شويه هكذا. حميدو حكينا شويه على جديدك. حكينا. ها شوف ندير لا كريم فريش. ندير لا كريم فريش. نعم ندير لا كريم فريش. ولا ديريكت فوماج بريفير ندير لا كريم فريش. ندير شويه فوالا ندير لازان تاعك. سفير انا جديد مع السفيريه. انا معاها. ها يا شيخ انا معاها. هادي بون هادي تخلط كاش البوم ماك تحضر فيه كاش حفلات. حفلات فيها دار رمضان ان شاء الله. ان شاء الله بربي عندنا كالكو حفلات نديروهم. نعم شكوا هاي مليحه نتبردو بالرولي. صافا هاي مليحه هاي مليحه نزيد لها والو. هاي مليحه هاي بيان. شوفها برك في يدك لا تقدر تلاحظ تخدمها. نعم قولكم برك نعاود نفكركم باللي عندكم ساعة وربع. ها شحال درنا ما بقالناش ساعة وربع. والله هاو ينقص الوقت. مانيش كاع نشوف الساعة على بالك. ماكش تشوف الساعة بصح انا اللي نشوف فيها بدا ينقص الوقت. هكا دونك خليكم تخدموا وعلى بالي بلي راني نستنى في حاجة مليحة اليوم. اليوم كيما ما عرف نسمعكم تغنيوا اليوم فانك راح نستمتع وانا نذوق في ماكلتكم. خلاص. ها هيا بون كوراج. ميرسي بوكو. ربي يقدركم. الله يسلمك. الغناء نسمعوه بالك مع الاخر. دركا لازم تخمو غير على الطياب. ياك كي تشبع الكرش تقول للراس غني. الوقت يجوز لازم تبقاو مركزين. هذه لا طوماط اللي طابت ثاني نقطعها. نعم. باش نديرها في الشريده ثاني. نعم. فوالا. ها باش تقول لي يا زيد اسكو راح تخليها هكا؟ اسكو راح ترحيها في العشوار؟ لا لا انا عندي واحد العبسه اليوم راح نديرها. مولف نشوف جداتي ديرها. الله يبارك. رايح نقيسهم كاع في المهرز. فوالا رايح شغل. تسمى كما كانوا زمان في المهرز. كما كانوا زمان في المهرز. سهله ماهله بيان. وعندها واحد القو وحده. نزيدوا لها شويه ملح وكامل.
تري بيان. سينو ديرنا بروسي على الليجيان ثاني. اليوم انا راح نتمتع اليوم. على بالي. اليوم مهرز. اليوم مهرز. الطب في الطب حميد ويزيد طب في الطب اليوم في الطياب. ها وليك المهرز. هاكو عاجبيني على بالك راني فرحان بكم باسكو اليوم ها؟ حميدو انا ما رانيش كاع معاك. حميدو قلت لك ملي دخل حبيت نكسر معاه توحشته ملي دخل. نعم. هو والو. والو انا الاول انا الاول ماشي انا الاول والله والو حصلت روحي على بالك راح تعطي ذو موني كبير الوغ كو كنت قادر شويه بس عادي هي 2000 دينار شوف نقولوا سفيريا ناس اسمع خو 200 الف قول يا قال لي خو شوف الله يبارك شوف شوف ذاك الخير شوف سفيريا شكون اللي ما ياكل سفيريا في رمضان صح كلش بالحبه على بالك الله يبارك كلش بالحبه يا سيد راهو يكمل في لونطخين تاعو سلاطه مشويه لازم تاني تهتموا بلا بريزونطاسيون تاع الاطباق لانه الشيف حكيم راح يعطي رايو على كلش نذكركم بلي لازم تحضروا لونطخي لي بلا برينسيبو و ديسير في اقل من ساعه وربع باش يذوقهم الكل الشيف حكيم ما تنسوش تاني حاجة مهمة تخليو الكوزينة نظيفة واحد فيكم راه كمل المنيو نتاعو خليها تسخن شوية خليها تسخن وي تكون الماء دركا تشرب لنا كامل الزيت هادي سي بون ها مرقة عدات عقدتها مازال مازال ما عقدتش وشنو هي لا لا هاي الشربة تاعها ها ها شوف هذيك الشربة ها هذيك الشريبة البيضة الله الله راهو عجبك كلش حميدو وي يا زين ها قولوا لي اسكو راكو فرحانين راكو راضيين واش قدمتو انا فرحان لي ديكوفريت الصنعه تاعك ما شاء الله صنعه 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 شابه بزاف انا ما قدرتش نديكوفري هناك باسكو لافوا تاعي لو كان نغني يهربوا ها لا لا فريمون سي ان تري بون ميتي الله يبارك ولكن يطلب ياك يطلب جهود بدنيه نقول لك حاجه انا من اليوم انا موالف قبل ما نلحق للدار يكون معايا ضيف ولا نعيط لهم اسمعوا معايا ضيف وجدوا العشاء فاهم بعد نلحق للدار ساعه كلش واجد مي دول كما نزيدش انا نعيط لهم نروح نقضي نجيب ولا ندير للريستورون درك هما يعيطوا لك ها؟ ايه انا خايف انا خايف دوك يقولوا لك هما يولوا يعيطوا انت ما يعيطوا لكش لا انا اخويا كي يكون وقته علاش لا لا اما جام بيان كيما يقولوا نحب نخلطها شويه نحب نخلط شويه انا ليا اول مره شوف اول مره في حياتي طيبتها اول مره في حياتي درت هادي اول مره في حياتي مو هادي الدين مو الف نديرها هادي ما الف نديرها وهادي ما الف نديرها مي هادو ما عمري ما طيبتهم الله يبارك يا زيد اسكو راك راضي واش قدر اسكو هذا هو واش كنت حاب تلحق لي باش انا نذوق ونشوف والله شقدم شويه عجبتني ها عجبتني مي لا لازان قريب عميتها كي نسيت راسو ما عميتهاش هاي تشوف مليح باسكو عجبتني هاي تشوف ومن بعد لحقتها في الدني مومون مي عمري ما ظنيت بلي راح نطيب هكذا انا ما شاء الله ما يجيك ضيف ديرها خلاص دوكا وكان تجي لك ديرها لي خلاص مشات مرحبا بك مرحبا بك والجو ما عجبني يا هي تربي ما شاء الله دوكا ما درتوش بزاف الماء باش يقعد نعم كامل درتو شويه تي جو سيترون ثاني هكذا نعم دونك باش يعطي له شويه القروسيه هذيك ما حاجه اللي نقدروا نقولوا للمشاهدين لاموس او خرج لنا موس لو جو دو فريز تاعو فوالا بيان اكسلون ها
ايوا كيفاش؟ انا راني فرحان لي باسكو زهيتوني، بصح ما زهيتوليش الكوزينه. ها؟ دوكا خلاص لي ستخاس. سي بون. سي بون. هيا ندلنا شويه. باش ندلنوا؟ هيا ندلنا شويه. لينا اللي راهم يشوفوا فينا في من وراء الشاشه، اللي يحبوك، ها؟ يا زيد، اللي يحبوكم. الحباب عملوا الويله. عرضوا عليا نجيهم أسيدي نجيهم والفرح في الكوزينة الله يبارك الله كمل هيا سيبو إن شاء الله فرح في كل دار جزائرية وكل دار عربية إن شاء الله كزين درتك ما تقوليش شوف كملت الطياب خلاص لست خاص ها بقى شويه الاستخاص باش نعرفوا شكون اللي يربح ها هذيك اللي راني نخمم فيها انا شفت فيا بعينين كبار وبضحكه قتاله شفت فيا بعينين كبار وبضحكه قتاله خلتني انا يا محتار راني نجري موراها خلعت انا جاتني بيزار تقول انا يا تعرفني حسيت بيها بغيه تهضر هذه راهي تمالي لي فوالا هاي انا درتو لي بليزير تاع درتو لي زوج حاجات طيبتو بكل حب ها ودندنتو لي شويه الكوزينه تاعنا زيد تخطف كيما نقولو دوكا نقولو شكون صح تحب نخرجو نخرجو ها تجبد بريه تحب دير كيما لا لا تقعدوا معايا ها قعدوا معايا شنو حتى واحد فيكم ما يزعف انا عندي في زوج ربح لا لا والله انا زعفاني بصح واحد فيكم يقضي سي جور في تونس مع شان المرادي الجائزة نتاع اليوم أسبوع في تونس في الأوتيل المرادي بالمارينا بسوسة 5 نجوم ماريتو اللي ما ربحش راح يكون عنده ان كادو مع الإي إلكتروميناجي من عند بيكو اللي تزهو به الكوزينة تاعكم ها؟ يعطيك الصحة ستريس سسباس حبي سبق لكم شوية الكادو الكبير تاع تاع انا نشوف لي في زوج ما شاء الله الحمد لله وفي زوج راح تروحوا تونس تدوني معاكم فوالا ها ان شاء الله ان شاء الله بربي قول زين نخمم شوية من راسك ها اللي ربح معنا اليوم اللي كان الطوب هو حميدو اه مبروك عليك يزيد ما تروحش بيديك فارغين عندك ان كادو من الالكتروميناجي مع بيكو انا نقول لكم اليوم كان معنا حميد وكان يزيد اللي طيبوا ما شاء الله عندكم موعد غدوه ان شاء الله مع زوج مشاركين جدد صحه فطوركم